زار وفد من مؤسسة الصح لحقوق الإنسان مقر كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب بهدف تنسيق الجهود بين المؤسسة والكتلة لما من شأنه تطوير وتعزيز آلية العمل المشترك لحماية حقوق الإنسان وفتح آفاق التعاون الجديدة لخدمة المجتمع وقدمت رئيسة الدائرة التنفيذية بمؤسسة الصحة الأستاذة عطيات عبود باضاوي نبذة تعريفية عن المؤسسة وأبرز نشاطاتها بمجال حفظ الحقوق من خلال عمليات الرصد والتحقيق والمتابعة ونشر الوعي في أوساط المجتمع واكد رئيس كتله حلف وجامع حضرموت المقدم سالم بن سميدع على اهميه توثيق الصلاه بين الكتله والمؤسسه وضروره التعاون الدائم لخلق شراكه متجانسه تفضي الى نقل نوعيه في المجال الحقوقي والاجتماعي